بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الان ان التقي باحد الاخوه الكرام الاسم الكريم اسماعيل محمد البلوجي. الاخ اسماعيل من اين؟ من ابو ظبي. من ابو ظبي ما شاء الله الى هنا الى نزوه. ما استبعدت المكان كونك تشارك في المشي؟ والله لو استبعدنا لكن فيها متعه وفيها رياضه نحن بنوصل وين ما بغيت ان شاء الله. بالعكس نشجع اي واحد ان يشارك في المسابقات هذه او الفعاليات اللي نفس هذه ان يكون فيها رياضه ولياقه وصحه بشكل عام، ومن نفس الوقت عند تستكشف الاماكن الطبيعه هذه اللي موجوده في عمان وفي النزوه بشكل عام. فتغيير هذا مطلوب، يعني رغم يعني مغامره موجوده في الامارات فلا بد ان نحن نشوف البلدان اللي حولنا والقريبه نستكشف الطبيعه اللي فيها والاماكن الجميله اللي موجوده في النزوه هذا والجبل الاخضر بالتحديد. يعني من خلال تجاربك السابقه في المشي، ما الذي تراه تتميز به عمان في المشي الجبلي؟ والله عمان فيها يعني اختلاف كبير في التضاريس، يعني لو من منطقه لمنطقه تلقى التضاريس مختلفه تماما عكس اللي عندنا يعني في البلاد. يعني لو سرت راس الخيمه ولا رديت ابو ظبي نفس الشيء، لكن هني في عمان سبحان الله سرت نزوه بتلقى شيء ثاني، تصير صلاله شيء مختلف تماما، الجو والتضاريس الطبيعه كل شيء، تصير وادي ميبام عالم ثاني طبيعه مش الكل يعرفها حتى. عمان فيها اماكن لازم الواحد يزورها ويستكشف الاماكن اللي فيها، سبحان الله من كثر الاماكن اللي موجوده في عمان والطبيعه اللي موجوده في عمان اهل عمان نفسه يمكن ما يعرفون الكلام، عرفت؟ فسبحان الله هالاماكن اللي مثل ومثلك اللي يطلعون مغامرين موجودين هم اللي يبرزون هالاماكن بحيث ان عامه الناس يعرفون ويستكشفونه وتشجعون انهم يجون هالاماكن. رساله تحب ان توجهها انت تشارك مع هذا الجمع الذي يحضر ويتوافد الان؟ عندي رسالتين، الرساله الاولى ان الكل يتشجع انه سواء كان في هذا الرياضه او في اي رياضه ثانيه، اهم شيء انه يبدا في اي رياضه. شيء ثاني المحافظه على الطبيعه، سواء كان بالمخلفات اللي عندنا نحافظ عليها في اماكن مخصصه او بالطبيعه اللي موجوده حولنا سواء كان اشجار نباتات صخور لابد من نحافظ عليها. انا اشوف في بعض الاحيان وهالشيء يزعلني ان في يستخدمون السبراي والرشات على اليبال والحجار، ليش تخرب الطبيعه؟ بالعكس حافظ على هالطبيعه وجمالها الطبيعه وحافظ على النظافه، يعني حتى لو انت ما فريت شيء وانت ماشي لقيت شيء شله وياك. نعم جزاكم الله خير، بارك الله فيك، يعطيكم العافيه، الله يحفظك ويوفقك.